الشورت الابيض والجورب الاحمر على شمالنا، ونادي بيراميدز بالطاقم الكحلي على شماله. اليو ديانج يرجع مره ثانيه على وسط الملعب، هيتلعب واحده طويله وعميقه وعاليه، لو لمست خطير 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 خطير، عرضيه وهوب، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. طبعا كريم في النادي الاهلي من ناحيه مين تتابع على طول سريع، كريم فؤاد ومع محمد هاني، هيرفع عرضيه خطيره خطيره وبراسه، حلوه 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 حلوه، اول لمسه في منتهى الجمال، كريم رجع لهاني ولمسه واحده وطالع وهوبا، وكان ورا منه برونو سافيو، ممكن جدا لو ناداله وسابها له كان ممكن، لكن اتصرف حلوه قوي شادي الحقيقه، وزقها زقه في منتهى القوه على بعد حوالي 10 يردات من مرمى احمد الشاي، ترجع في الشمال في اتجاه محمد حمدي الدولي المنطلق من ناحيه الشمال، عايز يعمل مع فخري، مع فخري كاي حط جسمه وعرضيه ولسه وضربه ركنيه للنادي الاهلي على وسط الملعب، ماشي عمرو السلاوي والشريك الخارجي طويله حلوه جدا في الشمال لبرونو، عايز يعدي شادي 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 شادي، يلمها لتحت في اتجاه برونو سافيو، طالع له علي معلول حطها له، خطير 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 خطير، لكن ما ظبطهاش، لازم تتصرف. نادي بيراميدز من ناحيه اليمين طويله وعميقه ومعديه وخطير خطير وخطير، وعرضيه عرضيه منتهى الخطوره اتعملت من ابدا، عايزه لولبه بوش رجله يلولب كده يلفه كده لفه كده معينه، وعرضيه ارضيه خطيره جدا جدا وتطول وتبقى ضربه ركنيه مره ثانيه اللي ما تمشيش من مصطفى فتحي، ترتد النادي الاهلي ناحيه مين كريم فؤاد، بص قدام مفيش الا شادي في وسط ست ازرق، والناحيه الثانيه خالص برونو سافي، حلو خطير 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 خطيره، اتاخرت جدا يا شادي، انت عمال تتعزم كل التعزيم ده ليه؟ ده المفروض دي تتلطش من الأول. نشوف الاول ما فيهاش تسلل من هنا من هنا، ما تستناش كل ده خلاص، مين اللي جاي ورا منه؟ كان جاي دبدب وخطيره، عايز يحطها بكعبه منتهى الخطوره من مصطفى. اليو ديانج اليو ديانج اليو ديانج زقها كريم بكعب رجله ما تمشيش، يضغط هاني يضغط هاني يضغط هاني يضغط هاني، خطير خطير، عرضيه معديه مش معديه منتهى الخطوره، برافو محمد هاني يا ولد يا لعيب، حطها حلوه قوي، ياخدها مره ثانيه محمد هاني، بيدور عمرو السلي هناك خالص، علي معلول بيفتح ايده في الشمال هو برونو سافيو، علي معلول علي معلول علي معلول، ارضيه السلي السلي وهوب، يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب، من الوضع واقفا، ايه يا ابن الجمال والحلاوه دي، من الوضع واقفا حط وش رجله وقال لها روحي راحت، هابي نيو يير هابي نيو يير هابي نيو يير يا سلية، حلوه حلوه حلوه، عام سعيد يا حبيب عام سعيد يا حبيب، وش رجله روعه روعه روعه، الشنكر اللي في ايده راسم عليه ما شفناش، لكن حلوه حلوه، الوضع واقفا اصعب التسديدات، خلي بالك هو واقف، بص هو واقف هو واقف وش رجله، يا نهار ابيض يا نهار، ده رايحه في حته ايه؟ ده هتاكل ايه؟ ده هتاكل الشبكه وتعدي الناحيه الثانيه، حلوه حلوه حلوه، ما لحقش يظبط وضعه احمد الشناوي لقوه التسديده، روعه الروعه روعه الروعه من عمرو السليه في توقيت روعه في الدقيقه 19 شادي هنشوف، لكن هدف جماله يا جماعه، تسديده من الوضع واقف عليه ماشي عليه طويله، رمضان صبحي وتسديده حلوه 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 يا ولد يا رمضان يا لعيب، ماشي رمضان زقها حلوه جدا، خطير 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 خطير، يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، مصطفى فتحي اتصرف غلط على ما حب يحطها لفخري لكاي من ورا عبد المنعم، منعم يا لعيب، لكن تمريره روعه الروعه، ضربه ركنيه عاليه، الشناوي ما يطمنش كان ممكن يمسكها، لكن اداها البوكس على طول، ودي تسديده اي حاجه وتطلع، وضربة ركنية تالتة، وأكيد كل لعيبة الكرة في مصر بيسمعونا دلوقتي مالكش دخل إطلاقا بالصفر، وادي الهدف الجميل يا جمالك يا جمالك، تسديدة في منتهى منتهى القوة من سرعتها وقوتها، أحمد الشناوي ملحقش يعدل وضع إيديه عشان يحط البوكس من تحت منها، سريعة وقوية، يبقى تلبية أحمد الشناوي ما كانتش بالسرعة الكفاية وقوة الكورة، ادي النفخة اهي، عبد الله
عبد الله، عبد الله عاليه وخطيره وهوبا وعاليه وهوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده احمد سامي علي جبري، مش معقوله يا علي، ده انت لو عايز تعملها كده مش هتعرف ابدا، دي مش عايزه حاجه، يا نهار ابيض، هدف مؤكد، اهداء محمد حمدي، توقيع علي جبري خارج المرمى، هدف مؤكد، ما كانتش عايزه غير لمسه حنان، لمسه حنان. لا حلوه قوي، لا لو الثانيه لرمضان اللي داخل لجوه، حطها ارضيه صغيره، عايزين النقله حلوه، وادي اسلام، واي كلام، عايز يعملها من الوضع وقف السليه، السليه يزقها حلوه للشحات، مقطوعه ترجع مره ثانيه للشحات، خطير 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 خطير، يا راجل يا اناني يا راجل يا اناني، من الاول مجدي قفشه كان واخد دوه وخطيره هوبا، يا نهار ابيض، طبعا دي الكره دي كانت لازم تتمرن بدري بدري بدري، طبعا هو رجله وقفت شويه في النجيله ما ساعدتوش شويه، لكن اتعملت حلوه قوي 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 من قفشه في اتجاه شادي، وشادي دخل، دي في البعيده يا شادي مش في القريبه ابدا ابدا، دايما تلعب الكوره في الاتجاه اللي جات لك منه، يعني الكوره النادي الاهلي، بلاتي توري ماشي، بلاتي توري هيلعب واحده عميقه حلوه قوي قوي، معرفش اوفسايد ولا لا، لكن خطير 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 خطير، اه يا ولد يا ولد يا ولد، ياسر ابراهيم بيراميدز بيعمل تسلل، طبعا تسلل، معرفش اخونا البولندي هناك كرف على اوكرانيا، طويله وعاليه، لمسه خطيره من القلب، هاني يقلش، هاني تروح لعبد الله، روح عبد الله، عبد الله عبد الله، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، كان داخل جوه، لكن ادي عبد الله اخذ هاني لبره، يا ولد يا لعيب، وحطها بشماله عرضيه، لو راحت كان بقى فيها كلام تاني، لكن تدخل شيب الاليو ديانج، عايز يعمل المرتده، وادي المرتده اهي، اطول من لازم اطول من لازم، يروح على طول احمد الشن، شيبي مره تانيه لورا، احمد سامي متقدم، وادي تسقيطه عاليه خطيره، يا ولد يا ولد يا هاني، برافو يا محمد يا هاني، عيسى على طول، برافو يا اسلام، برافو يا اسلام، طويله في الشمال، تدخل في منتهى القوه، في منتهى القوه من رمضان ومحمد هاني، على ملوك على بعض، زمايل الامس، لكن الكوره ما فيهاش زمايل، واطلق الحكم الدولي البولندي سيمون مارتشينياك صفاره نهايه الشوط الاول، ثبت راس حربه مباراتين ثلاثة ورا بعض، ولكن أعتقد أن النادي الأهلي يمتلك محمد شريف، ويمتلك شادي حسين، ويمتلك حسام حسن، اللي في كلام أنه احتمال يعار في يناير أطول من لازم، محمد هاني حطها عميقة لحسين الشحات، بيدور، خطير 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 خطير، آه يا ولد يا ولد يا ولد، عايز يلمها عظيمة، جماهير النادي الأهلي المساندة دوما 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 في ظهر ناديها الكبير، من ناحية محمد حمدي يلمها كورته مع محمد هاني، يلعبها صغيرة، رمضان رمضان يزقها، قالشة منتهى الخطوط، كويس ان كويس ان فخري لاكاي مش تحت، مش حاجة تانية الا اطلع، محمد شريف، حسين الشحات، شحات 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 شحات، حكم بيقول ما فيهاش حاجات دي يا جماعة، بيطلع على طول محمد حمدي، من ناحية الشمال عايز يرقص، عد عد خطيرة محمد حمدي، عرضية معدية مش معدية، ترجع مرة تانية لمحمد صادق، محمد صادق برضو كورته حلوة قوي، حطها حلوة جدا في اليمين، وادي تصليحة وعايز يعدي، ما يعرفش يعدي ويلحقها محمد شريف، حطها على يمينه حلوة جدا لحسين الشحات، فين بقى الأجنحة اللي ترقص وتعدي بسرعتها، اتحطت في مساحة لمحمد شريف يلم كورته، عايز يلعب العرضية، تضرب وإيه وضربة ركنية، بيقولوا له لمسة يد، ده بولندي بقى، ولا من السوشيال ميديا ولا من أي حد، من ناحية اليمين عرضية مش معدية، عالية مرة تانية بلمسة يد المرة دي، الراجل بولندي ما نقدرش نتكلم، دي كورة جت في ايده فعلا، تروح لتوري طويلة أي حاجة لأليو ديانج، لحسين الشحات مرة تانية، لمحمد هاني هيلعب عرضية 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 عرضية، وهي وهوبا، يا نهار أبيض يا يا نهار أبيض يا مجدي قفشة، أخدها من تحت لفوق، مش معقول يا جماعة، هو ما فيش تمرين على ضربات الرأس، اتعملت نموذجية، اطلع واركب، طلع مركبش، اخدها من تحت اخدها من تحت اخدها من تحت، طلع بدري شوية، ركنية من ناحية اليمين هيلعبها حسين الشحات بيمينه، حسين عرضية عالية وهوبا هوبا، والهدف، الله 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 الله، ليلتك سعيدة يا ابني، حلوة حلوة حلوة، السورية ايه ده ايه ده
ده بنتك وشها حلوه عليك لما حطيتها على الشنكار يا ابني. حلوه حلوه حلوه، ارتقى فوق الجميع ولمسها بمنتهى القوه في الزاويه الاجابه. وهو ده الكلام، روعه روعه، صعبه صعبه صعبه. لبست عملها الشحات بقوه روعه وملفوفه، وحط راسه بمنتهى الجمال عمرو السلية. يا ولد يا لعيب يا سلية، يا ولد يا لعيب يا سلية. القصة جميلة جميلة جميلة، بدأت بالسيكا وانتهت مزيكا. حلوة 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 حلوة. الهدف الثاني أتصور سيقتل المباراة في الدقيقة 69. زي ما قلت لحضراتكم، المهم الهدف مش المهم الاستحواذ على الإطلاق. إيه اليوم الحلو ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ إيه اليوم الحلو ده؟ حاجة جميلة جميلة جميلة. عمرو السلية روعة روعة. أليو ديانج، ديانج ماشي، أرضية، الشحات 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 الشحات، وهوبا، لكن مقفولة مقفولة. ترجع لأليو ديانج، برونو بيرفع له إيده هنا في الشمال، خش بيها لجوه على وسط الملعب. عمرو السلية عمدة اللقاء لعلي معلول. هو طبعا عايز يرفع ناحيه الشمال، انطلاقه لا ده ابراهيم عادل نزل اهو، ما شفناش نزل مكان مين. على وسط من فوق المقص على طول، وهنعرف حالا. الرشيق الصغير، عرضيه، احمد عبد القادر يتدخل. قفشة، ده اوفسايد للصبح، ده اوفسايد للصبح، ده لسه ما رفعش. واللمه والخطيره والعرضيه. ايه يا راجل، ما فيش اوفسايد؟ معقوله؟ معقولة ما فيهاش اوفسايد؟ الكرة اللي فاتت مش دي يا عم، بدري شوية بدري شوية، وهي بتتلعب له، وهي بتتلعب له يا جماعة، وهي بتتلعب له يا جماعة. طويلة في اليمين، محمد هاني، يا ولد يا ولد. أحمد عبد القادر، خطير، ماشي ماشي، خطير 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 خطير، هوبا، والفولو ما فيش، والفولو ما فيش. ترجع شحات 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 شحات، أرضية، وهيسدد، هوبا. ده عايز يعملها ايه تاني؟ يتوقف. عايز يعمل 90 دقيقة أشغال شق، ودي واحدة خطيرة، لكن يا ولد مش هنكل. محمد قطعت هنا من ديانجا، خدها إبراهيم عادل، حطها لعبد الله السعيد، عبد الله عملها لجوه، ولكن قفلوا عليه الاثنين كان ماشي، قفلوا عليه الاثنين كان ماشي، السلية ومحمد. طبعا أصدقائنا مخرجي التلفزيون بيعملوا مجهود كبير جدا، مفيش كلام، لكن نفسي ان احنا يبقى عندنا وعي اكتر بأهمية الاعادات. ايه اللي يتعاد ويتعاد امتى ويتعاد امتى؟ مشكورا عدلنا كورة حسين الشحات اللي كان متسلل بعشر ياردات، وصديقنا ادم صادق على وسط الملعب. بلاتي توري لابراهيم عادل، حطها خطير خطيرة، وهوبا، يا نهار ابيض، حلوة جدا. تلات اربع نقلات انتهوا عند كريم حار على شماله. رمضان رمضان، أرضية، خطيرة خطيرة خطيرة، يا نهار أبيض يا نهار أبيض. في الشمال كرة في إبراهيم عادل، إبراهيم 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 إبراهيم، خطير خطير خطيرة خطيرة خطيرة، يا نهار أبيض. طلعت طلعت طلعت، مش ممكن، مش معقول. بقول لحضرتك لحد من زمايله، أعتقد كمان ده كان متسلل. أنا ما أعرفش النهاردة سواء توماس مارسيال أو توماس مارشينياك، تسقيطة لكن واقف في المكان والزمان، متولي، برافو يا متولي. ودي واحدة طويلة في اليمين، خطير 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 خطير، عرضية، وأوبا، والهدف الثالث. يا ليلة يا ليلة حمراء، مهداة لكل حبايبي وأصدقائي. يا ليلة حمراء يا ليلة حمراء. استلم في وضع سليم، ما هوش اوفسايد ولا حاجة. محمد الشريف بيجري له، عايز يلعب عرضية، ضربت في رجل سامي، دخلت المرمى، لا يقصدها طبعا احمد سامي على الاطلاق، لاعب كبير هارد لك، لكن الشناوي كان داخل عشان يقطع العرضية، قطعته هي ودخلت طولية جوه المرمى. تلاتة لا شيء، تلاتة لا شيء، يعني مباراة لوغاريتم. حلوة 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 حلوة، يعني خبطت الحياة وغيرت اتجاهها. أحمد الشناوي لا يقصد على الإطلاق، حابب يعني يردها، ما قدرش يردها. الهدف ده يحتسب لمين؟ هل توفيق عالي في الهدف الأخير، واستطاع أن يحسم اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة. وفي هذه اللحظات
يطلق البولندي الدولي سيمون مارتشينياك صفارة نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة: عمرو السلاية في الدقيقة 19، عمرو السلاية في الدقيقة 69، ثم حسين الشحات في الدقيقة 93. مبروك للنادي الأهلي، مجلس إدارته وجهازه الفني والإداري والطبي وكل لاعبيه ومن